مرتي دارت مجهود مع حاملة بثلاثة وولدتهم على 7 شهور. وملي جينا هنا السبيطار الهاروشي بنورش دخلنا ولدت مع الخمسة، والآن باقي ما شناهاش لا هي لا ولادي. وعطوني واحد الدرية ناقصة دارها في قرعة، والدراري جوج قالك شوف هنا فين ديهم، وأنا ما عنديش فين ديهم. لا مازال باقي ما شمش من الخمسة ديال البارح، ولدت البارح مع الخمسة، ودابا جوج دابا وباقي ما شناهمش، ما شنا لا المدام لا الدراري. عطونا ورقة درية داروها في القرعة، والدراري جوج قالك شوف فين ديهم، شي سبيطار تكلف بهم ديهم، وأنا ما عنديش إمكانيات باش نديهم. 2000 درهم الليلة راس ما عنديش، وأنا خدامة على قد الحال، يلا غادي مع الوقت باش دي ثلاثة جوج دراري ديهم في قرعة، ما لقيتش المسؤولية ديالي، راه بزاف عليا. أنا من هذا المبربر كنحمل المسؤولية لوزير الصحة والمدير ديال المستشفى البنورس الهاروشي، وأنا ولادي راه ما عنديش فين نديهم، راه مستشفى جامعي، راه ما عنديش أنا فين نديهم، راه ما كاينش فين، وأنا بزاف عليا الإمكانيات ما عنديش أنايا، راه على قد الحال باش خدام، راه ماشي خدام شي خدمة زعما لي كون كان عندي أنا الإمكانيات راه كون راني ديتها الكلينيك، ما نجيبهاش أنا المستشفى. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.